عبد الله أبو ظيف صحفي مصري نجح بدعم من شبكة أريج في تغيير واقع عشرات المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة. فلماذا كان التعايش ممنوعاً؟ وكيف نجح أبو ظيف في تغيير هذا الواقع؟ 22 ألف مصري يتعايشون مع فيروس الإيدز. يجد هؤلاء أنفسهم وذويهم مهددين بالموت بسبب رفض تقديم الخدمة الصحية لهم في مستشفيات حكومية. التحقيق وثق من 50 مستشفى حكومي رفض استقبال وعلاج 10 حالات من المتعايشين مع الإيدز. للأسف المشكلة اللي كانت عندي بعد ما كانت مشكلة صغيرة كبرت جدا بسبب سوء وإهمال العناصر الطبية في أنها تتعامل معي. أثر التحقيق ظهر في طلبات إحاطة بالمرض استنادا للتحقيق لوزارة الصحة والسكان في مجلس النواب. طلب تجاوبت معه وزارة الصحة بالإذن بنقل حالتين وثقهما التحقيق إلى المستشفى. الحالة الأولى كانت بتعاني من رفض استقبال المستشفيات لها لولادتها. الحالة الثانية كانت بتعاني لمدار على مدة عامين كاملين من عدم يعني تقديم المستشفيات الخدمة الصحية لها لعمل أسطرة في القلب. التحقيق لم يتوقف عند حالتين فقط، بل ساهم في تعزيز الخدمات الصحية الموجهة للمرضى في 27 محافظة. وزيرة الصحة والسكان قالت في جلسة في مجلس النواب أنه هيتم أو تم بالفعل إضافة 14 مركز لمكافحة وعلاج الإيدز إلى جانب 10 مراكز تم إضافتهم بالفعل في فترة قريبة. ساهم تحقيق التعايش الممنوع في تغيير حياة كثير من المتعايشين مع الإيدز في مصر، لكن الآلاف من المرضى في المنطقة العربية ما زالوا يعانون من سوء الخدمات واستمرار الوصمة الاجتماعية في حقهم. هل تعتقدون أن على حكومة بلدكم أن توفر رعاية أفضل للمتعايشين مع الإيدز؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الفيديو ووضع لايك على الصفحة لتكون أريج معكم أينما كنتم.